Marjorie. Les émotions sont en harmonie avec la nature. Elles vous transportent, vous sublient, vous émerveillent et vous fait rêver. Elles gravent dans votre mémoire des paysages inoubliables. De réels moments de bonheur à partager, en famille ou entre amis. Le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme vous emmène dans des lieux exceptionnels, chaleureux et accueillants. Des destinations côtières, revisitées, chargées de senteurs et de parfums d'été. Au bout du voyage, des moments de détente assurés. Des plages équipées, des animations pour enfants et des activités sportives. Avec le groupe HTT, prenez le temps de faire une pause et remplissez vos yeux de la beauté qui vous entoure. Profitez de l'été avec le groupe HTT. عليك يا زينات السنين عليك الروح فنات ربي يحفظ من عينين في رواية ورواية حكاو عليك هذا وينك يا زينة البلدان سومية؟ لا وحنا رانا في زينة البلدان
ورانا في بلاصة شابة من بلادنا الشابة. مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حصتكم الجزائرية بيت. مرحبا بك يوسف. مساء الخير سومية، مساء الخير عليكم مشاهدينا وين ما كنتوا. لازم نشكروا مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية بتعاون مع قناة الجزائرية وان، جابوا لكم أجمل الأماكن وأجمل الإطلالات على قناة الجزائرية وان. برنامج الجزائرية بيت هذا وين بدأ القعدة، هذا وين بدأت أجمل من واحد من أجمل الأصوات اللي رام الشباب اللي راهم في الجزائر، راهم ناشطين في عالم الموسيقى الحديثة. عبد الوهاب جزولي مساء الخير ومرحبا بك. مساء الخير الأخ يوسف ومساء الخير سومية، وشكرا على الاستقبال والاستضافة، ونحيي الجمهور اللي متابع الحصة وقناة الجزائرية وان بالخصوص. يعطيك صحة لجيت ويعطيكم صحة الاستضافة في هذا المكان الجميل اللي نتمنى إن شاء الله يكون توجور، يعني الناس تحافظ على هذه الاماكن اللي نحتاجوها في التوريزم. اكزاكتو ورانا احنا في كومبلكس مطارس للناس برك اللي راح بتجو. مرحبا بكم، تلقونا لهنا. الصيف مازال متواصل والقعده مازال متواصله، انا وسوميه وكل الضيوف راح يكونوا لهنا. مرحبا بكم، هكذا نقصروا نتعرفوا على بعضنا ونتصوروا ولا لا اكيد. هذه هي اخويا، هذه هو بلادنا وهذه الاجواء. بصح انا غيرت كيفاش انتم عندكم دي ميكرو وانا عندي ميكرو. هذا كيساعدك خير باسكو انت عندك لافو، احنا ما عندناش. اي داكور اوكي. كيف عبد الوهاب؟ هذه غيبه، هذه وراء لا يغيبك، راني هنا يا خويا، راني هنا، رانا مع الحفلات مع الاعراس بالدرجه الاولى. على بالك بلي العرس ياخذوا بزاف وقت من عندي ايه. ف ولكن رانا نشطوا، كاين البوم خرج في فيفري، وحنا رانا هنا كي تكون الدعوه موجهه لينا احنا كفنانين احنا اكيد راح نستجيبوا لها. يلا حكينا شويه، ماذا بينا تحكي لنا على الالبوم ديالك وشنو هو الستيل اللي خيرتو؟ الوغ الالبوم كيما كنتوا تسمعوا الاغنيه هذه من الالبوم اللي اسمها زمان. انت كي تسمعي هذه الموسيقى واش تفكرك؟ واش من اللون اللي تسمعوا؟ عاصمي شعبي مودرن، يعني شويه شبابي، نعطي له اللون اللي الخفه ولا الريتم اكزاكتومون. لانه ما يخفالكش انه مهما نكونوا درسنا موسيقى شعبيه ولا كلاسيكيه، ولكن هذا ما يمنعناش انه نغنوا اغاني عصريه. عبد الوهاب سي بو باسكو درت لا توش ديالك اللي زادت فريمون. هذه هي، لازم نحكيو اترافيغ ان تكست واترافيغ الموسيقى. الموسيقى لازم تكون قريبه من الشباب، لانه الشباب اليوم راهو يحب يسمع الموسيقى الراقيه. يعني بدات الاذن تتصفى شويه، فاحنا كفنانين لازم نخدموا الاذن، تكون عندنا، يكون عندنا دور فعال في اكزاكتومون. حكينا شويه على لي شونسون. باردون، شنو هما لا بلوبار زعما تاع لي شونسون اللي تخيرهم؟ على واش يهضروا؟ لي تام اللي تحب تغنيهم؟ سابار دو لامور دو لا بي، يعني الحب كيما هاد الاغنيه. سي موضوع اجتماعي، حنين فوالا، حنين والماضي، يعني مواضيع اللي يعيشها شاب يوميا. رامي احكي لنا شويه، شكون اللي كتب لك الكلمات تاع الاغاني تاع الالبوم؟ الاغنيه هذه من كلماتي ومن الحاني. في الالبوم فيه 8 اغاني. دونك الالبوم باش نفكر الساده المشاهدين، خرج في فيفري او جديد. فيه 8 اغاني، فيه 5 اغاني جديده اللي منهم سمعتوهم كوم دي سينجل. كانت نجمة اللي كاينه كليب في يوتيوب، كاين ندم فالي من اللي كلمات الالحان الوالد ديالي نجمة الالحاني. وكان تعامل مع عبد الرحمن جودي، كان اول سينجل تاعي في 2009 كنت عليه تكتبي، لكن ما نوش في الالبوم. ومن بعد خممت ندير الالبوم اللي فيه نحكي على الاغاني اللي عاودتها في الالبوم. كاين يا قمر يا علي لفرقه الكاهنه، وبعد سمعنا منها شويه ان شاء الله. كاين عليك بالهنا والضمان، ان غران كلاسيك الجيريان، وكاين الجي الجي دو ليدي بونيش. دونك هادو هما الاغاني اللي عاودتهم في الالبوم. من هاد الاغاني، من غير هادو الخمس اغاني الاخرى جديده، نقدروا نقولوا خيرت لي شونسون اللي فريمون معروفين وما كانش اللي قرب عليا اللي في الطابع العاصمي المحض، اللي قرب بزاف عليا حبيت نعاودهم. طربيا قرب لينا تانيك اكزاكتومون. هذه عبد الوهاب بصح ما شفتش باللي كانت فتره طويله من خروجكم الالحان والشباب ولا من التجارب الاكاديميه اللي درتها باش طلقت البوم. لا اكيد. علاش طولت الفتره يوسف؟ ما خفالكش باللي انا كي كنت احنا شباب، جيتي جون، كنت صغير وما كنتش كملت قرايتي. دونك جيتي اوكيبي، ما كنتش انا في الجزائر. دونك كان لازم نكمل قرايتي. جي في ما ليسانس، جي في مون انجينيور دافير، جي في مون ماستر دو ان كومونيكاسيون. جيتي اون ايطالي، سافرت في ايطاليا ودرست تما، قعدت سنتين. كانت هذه هي الأولوية ديالي، سيتي لا بريوريتي.
من بعد لك ما قدرتش توفق بينهم بين القرايه ولا ما توفق ما تقدرش يا يوسف نقدروا نقراو وما تكونش في بلادك ما تقدرش تنتج في لازم تكون في لازم تكون في التيرا باش تنتج ولازم تكون تو اكزيست فيزيكمون في بلادك وينك حاب تنجح فيها نقدروا نقولوا وهاب vous êtes un bon exemple للشاب الجزائري كيما راك تقول مولم باللغات درت دي اكيد انا نقول الفن مليح بصح مليح يكون ثاني تمسلح بس بالباجاج باسكو اليوم الفنان يخدم روحه ما كاش غير الصوت برك عنده قدرات لازم يكون يعرف يهضر لازم يكون يعرف يلبس لازم يكون يعرف فوالا فيها بزاف فيها دي فيها عليها لازم يكون على بالك باللي عبد الوهاب يغني بطاليانيه ثانيه بيان سور و اون انغلي و مولين بكاع اللغات اكزاكتومون فرونسي لغات سي اون باسيون لغات سي اون باسيون لغات موهبه يعني نحبوا نتعلموا اللغات ماشي واعر يعني الانسان يتعلم لغات انا الايطاليه تعلمتها في الطاليان دونك كون جيتودي اون ايطالي الفرنسيه هنا في الجزائر ولكن ما يمنعش انه نغنوا باسبانيوليه ولا بالعربيه ولا هذه هي غني لنا اغنيه هكذا مقطع اكابيلا من ماشي بالعربيه سي اونغلي ايطاليه كيما تحب انت اغنيه هكذا جاتك مع قلت لك غني لي جات في راسك io vi parlo di un tempo che in questo momento non ha più valore Lo di Montmartre, dei fiori di lilla sbocciati alle finestre della nostra stanza, colma di speranza e di un grande amore. Pittore vuole dire poco da mangiare, ma lei non pianse mai. La bohème, la bohème, significava felicità. La bohème, la bohème, era la nostra bella età. Voilà. Attiu bli hadi la voix dialek. Chagal ماشي حاجه اللي انا هادي اغنيه مقطع من اغنيه لا بوهيم تاع شارلز نابور اللي غناها بعده لغات هو ثاني باش نقول لكم باللي اللغه ماشي ما يكونش عرقله بالنسبه للفنان فلازم يكون يسلك روحه في اللغات هذه هي بما انه عبد الوهاب قلنا باللي انت من بين الشباب اللي يحبوا يوصلوا الاغنيه القديمه ولا الاغنيه الاصيله الى الشباب يمودرنيزيوها ولا يموديفي فيها ما خممتش باش دير ديو مع فنان اجنبي تبع الشعبي ولا بالستيل ديالك ولا العاصمي ولا والله يا يوسف ماشي ما خممتش ولكن ما عنديش مانع صافي دير كو توت بروبوزيسيون اللي راح يعني كل اقتراح راح ينمي ولا راح يزيد في الفن تاعي ولا في الفن الجزائري انا مرحبا لكن المبادره تجي من عندك لا كاين اشخاص هكذا كاين يعني احنا لا نوفيل جينيراسيون الحمد لله متلاحمين ونتحبوا بيناتنا دونك يا با دو هذيك الغيره وهذيك تاع ما نغنيش معاه ولا فان شاء الله من هنا والفوق كيكون فيه دي ديون كاين المشاريع واش زادوا لك التجارب اللي جوزتهم في مختلف في البرامج واش زادت في عبد الوهاب تزيدك خبره وتزيدك حيله ركزنا على الحيلة كيفاش الحيلة انت بارونتيز الحيلة استدير كو على بالك في المسرح لازم تكون تعرف كيفاش فيها حيلة اللي تخليك تكون الى كان غلطات تعاودها الى طحت تعاود ترفع الكيلة فهذوما لي زيكسبيريونس هذو واش يعلموك يزيدوا ينضجوا يعني ويزيدوا يقويوا لك شوية حقرة نو اسكو قعدت يحقر على روحه اسكو قعدت اون كونتاكت مع الزملاء ديالك في باردون يحقروا اللي ما يقدرش على شقاه انا قادر على شقاه عبد الوهاب واعر ماشي يعني قادر على قادر على شقايا بخير وكان حاجه جوستمون باسكو بزاف الفنانين يقول لك نخرجوا منا يروحوا لدي فويس ولا يروحوا من بعد يحقروهم حكيت على هذا الموضوع في حصه من الحصص ما حسيتش بالحقره نو نيونس ما نقولش حقره كاين التقليل من قيمة الشخص ماشي من قيمة الفن اللي تغنى به يحبوا يفرضوا عليك ستايلات اللي ما توالمش ماشي ما توالمكش اللي هما حابينك يشوفوا بها لانه هما عندهم اون فيزيون ديفيرونت كو لا نوتر هما يشوفوك كمنتوج يوسف بوغوس نعطولو هذا البرنامج اللي بهذا البرنامج رغم عنك فهمتني ما عندكش حريه اختيار ولا سي بور سا اللي قلت هادشي اللي ما يساعدكمش نتوما بالك الفنان باسكو حنايا كفنانين وانتوما كمذيعين ولا كاعلاميين كل واحد فيكم عنده تخصص تاعو وانا ثاني عندي التخصص تاعي وبالاخص الا رحنا رانا شفنا زملائكم راحوا للمشرق العربي وكي داروا لي ليزيميسيون تاعهم لي برايم حكاو بالدارجه ايزيتي فيير دو دي دو 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 بارلي بالدارجه الجزائريه ميم شوز انا كي رحت لبيروت كنحب نغني باللبناني ولا بالشرقي ما نغنيش الشرقي نغني لك الجزائري وما وفقنيش الحظ باسكو خشنت راسي ما غنيتش شرقي هذه هي هذه هي اكزاكتومون
يبقى الفنان الجزائري دائما ملم بكل ثقافات بكل لهجات بصح حنا اونتر بارونتيز تحقرونا هذه هي كان شي يحقرنا غير ما تعرفش صح ملي ميا عبد الوهاب وفي الجزائر اسكو تحب ديدو مع فنانين شباب ولا الان مازال مش مبرمجه هذه الفكره ماشي مبرمجه مي والله غير كاين بزاف اصوات اللي نحبها وكاين بزاف شفت استضفت تلاميذ ما جودي تلاميذ باسكو هي فكرتني على الحان وشباب لي زونسيان كولاغي كاماراد الحان وشباب يوسف فهم حضرباش من اروع الاصوات هادو ما اصوات لي مازالني اون كونتاكت معاهم بو ريبوندر تا كيستيون وممكن في 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 المستقبل ان شاء الله يكون فيها تعاملات كي شفتيه هو دار عمل جماعي مع جمله من الفنانين مش فيه انت يا بلك ما كنتش هنا ولا ما تصلوش بيا ولا حقروني تجي نضرب في موضوع الحقره لا كل واحد والله غير كله انا منهم حتى واحد باسكو والله غير انا يعني من دي فوا نكونوا في عمل هكذا يجمعنا بور اون كونسير بور اون اسوسياسيون كاريتاتيف ولا بور عمل يعني هكذا ما تنجمش تفكر كامل لين ولا يعني كل واحد مع دور طري بيان سميه نشوفوا ثاني باللي الشباب الجزائريين راهم دوك يدخلوا الى عالم الكليب وعالم الصوره باش يسوقوا الاغاني أكيد. الجزائريه تاعهم ولا الفيديو كليب راهو داير حاله عبد الوهاب شفنا عندك لحد الان فيديو كليب واحد مالوغوزمون وي قلت لك اولا كما قلتها وسبقت قلتها انايا الانتاج اللي عملته درته وحدي جي با يو دو سبونسور فهمتني جي با ايتي برودوي ما كانش منتج فماشي ماشي بالسهل باش دير ان البوم وحدك وزيد كليب و ويعني اللي عطلني هو والله يعني نصارحكم اللي فات لي مارياج العراس خداو لي بزاف من هاد 2-3 ans الحمد لله يعني كاين الناس اللي تقصدني في العراسيتو مي والله رصبوا في بوكو دو طون يعني كل ما نقول الشهر الجاي نستكلف بالكليب ولا ما نقدرش واش يزيدوا الاعراس بوت تدخل الفنان العراس سي نوتري كور خويا العراس سي ان تيران اللي انا من الناس كنت نقول وقلتها ديجا في حصه سابقه قلت انا كي تخرجت من حانه وشباب كنت نقول انا ما نديرش العراس يعني ما كنتش نتخيل روحي نغني في العراس ولكن شاء القدر شاء القدر وليت نغني العراس وشاء الظروف ونقدر نقول لك ظروف ونقدر نقول لك باللي سيتونوت ريكول وماشي بالسهل انك تخدم في عرس وحاجه تزيد لك في القيمه الفنيه تاعك شنو هما الصعوبات بالك اللي تلاقاهم في الاعراس في العرس تكنيكمون نو في العرس لازم تكون غول في العرس لازم تغني كاع لي ستي لازم تغني كاع الطوبوع لازم تكون لازم تكون فور دو كاركتير لازم تكون عندك اون فور بيرسوناليتي باسكو العرس تح مع عائله يستكلفوا بك يعرفوا يهضروا كي تح مع فاميليا ما يعرفوش يهضروا تح يفو اتر يفو تكون شخصيتك قويه اون بليس بلا كي دير حفله عبد الوهاب يجيوك غير الناس اللي تبع داك لو ستيل مي كي تروح للعرس تلقى كامل يسمعوا مختلف الطوبوع هنا لازم تكون عندك قوه الصوت لازم هنا تكون عندك القرزي خويا لازم تعرف تأدي الشاوي لازم تعرف تغني القبيلي لازم تعرف تغني العاصمي الاوكسيدونتال الاورينتال ايتترا باش تردي هاد الناس سينو يولي عندك بلاطو تاع لي شونتور لازم تكون ملم كلش وهذا هو وهذا هو زادني قوه في ممكن زاد لي في ان بلوس في يعني في الشخصيه الفنيه ولا في الصوت ديالي لانه بالحق وليت نتبع وليت نحب نسمع لي زوتر ستيل باسكو لازم نغنيهم الشاوي النيلي قسنطيني الترقي الصحراوي فهمتني سي دي ستيل صافي عبد الوهاب في العراس كيما راك تقول كي غنيت كل شيء تو سيت كامل لي ستيل ما خممت انك تبدل من الستيل اللي كنت فيه ولا لا ابدا فيه. ابدا نو 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 انا متعلق بشخصيتي الفنيه اللي هي جو شون دو لا ميوزيك عرب اندلوز الشعوي الشعبي الشعبي جاني دير الشعوي فوالا الشعبي والاندلسي والالبوم سي ان البوم تيبيكمون يعني شعبي مودرن ممكن باش نرد على سؤالك ممكن ندير ان البوم اللي يحتوي على اغاني من التراث ولكن باش نغير ستيل نو بالك الاغنيه العاطفيه بزاف نميليها في حاليا انا نشوف بزاف الاغاني الشبابيه العاطفيه اللي بزاف شابه فممكن نغني قعدوا شايك يوسف في الغناء يعني انا تقولي الغناء نقول لك ايه والصوت شختو تاع عبد الوهاب وشايك تسمعنا حاجه دوكا كيما تحبوا
ما شاء الله ما شاء الله. هذا هو صوت الفنان الجزائري عبد الوهاب. جازوا لي مشاهدينا، قلنا لكم نجيب لكم غير النجوم غير الاصوات الجميله في برنامج الجزائريه بيتش. عبد الوهاب جازوا لي نحكي على موضوع مهم جدا، هو اعاده الاغاني القديمه. او ميم طون سهله وصعيبه؟ لا لا اكيد. كيفاش قدرت انت باش تخرجها في هذه الصوره هذه الاغنيه؟ اولا نحيي الفنان حكيم لانه اتصلت به قبل ما نعاود هذه الاغنيه، لانه ما يخفلكش لازم الفنان قبل ما يعاود اغنيه ويحطها في البوم لازم يكون عنده تصريح من الفنان من صاحب الاغنيه. الاغنيه هذه اللي سمعتوها عزيزه بزاف عليا ملي كنت صغير نغنيها، دونك يغنيها الوالد ديالي ما كاش ما يعرفهاش. وسيت اون شونسون كي راكونت بوكو تشوز بزاف شابه. اما بالنسبه للاعاده فانه الواحد لازم يكون كما قلت لك يزيد لها اضافه، ولا على الاقل يغنيها كما تغنات، فهمتني؟ باش ما نشوهوش الاغنيه فيها في عليها اللي فيها سي اون ارما دوبل ترانش، سادير كو يا اما تغنيها مليح وتنجح بها يا اما تو لاغاتي ونست تراتيها وتراتي على روحي. لا لا باش ما تراتيش وباش ما يراتيوكش الناس، ماذا بيا نعرف عبد الوهاب اسكو راك ناشط في لي ريزو سوسيو ولا لا؟ شوفي انا ماشي بزاف ريزو سوسيو مي صافي با لونطون، سي بور سان زاوك في الحفلات ثاني نقول لا لا الحفلات الحفلات نو الحفلات يرجع السبب اللي ماشي اللي مانيش فيه في الحفلات اللي هو الاعراس. هذا هو السبب الرئيسي، لانه نو في واحد ما يخفاش ما يكذبش على روحه. الحمد لله مع دي زورغانيزاتور يتاستو سواء كانت ايتاتيك او بريفي، سي جي با بروبليم افيك اوكان اورغانيزاتور الحمد لله. وشنو العرس اخذوا لي بزاف من الوقت ديالي. وبالنسبه لي ريزو سوسيو راني ناشط اون سمومون في انستغرام، كاين كونت انستغرام انستغرام وهاب لازولي سي سورتو انستغرام. واش يضيفوا هاد لي ريزو سوسيو للفنان في رايك عبد الوهاب؟ يزيدوا لي فانز اللي فركز لي على لي فان نو يزيدوا له اون فيزيبيليتي. حنا الفنان لازم له، الفنان من غير الحصص تاعو لازم له اون فيزيبيليتي، لازم الناس تشوفه، لازم الناس تسمعه، لازم يكون حاضر، ما لازمش يكون باسل وما لازمش يكون غايب. باسكو البساله ماشي مليحه ثاني كيما تكون طول طون تحكي حياتك في انستغرام واش راك دير وما نعرفوا شنو. دونك سي بيان دو فير طون طون، باسكو انا واحد ندير كي نكون ندير رياضه، كي نكون في البحر، نكون في الجبل، نكون في سي بيان دو بارطاجي سي في بور. بالنسبه لي فنان يلزم بلوس الي دون يعني يبارطاج دي شوز ارتستيك اللي تخدمه وتخدم شخصيته الفنيه وتخدم الفانس تاعو. يبقى دائما في المود تاع الفن تاعو. ولكن يعني ما لازم نكذبوا على روحنا. اليوم لي ريزو سوسيو عندهم دور مهم وفعال، فعال بزاف في ترويج الفن بصفه عامه. هذه هي عبد الوهاب، يعطيك الصحه اللي كنت حاضر معنا اليوم. فقط الوقت يفوت بسرعه، كنت ضيف خفيف علينا سورتو. لا يسلمك ابدعتنا سورتو بالعاصمي مودرن. لا يسلمك، ان شاء الله تكون قاعده خفيفه عليكم وعلى الجمهور وكل متتبعي قناه الجزائريه وان، ان شاء الله توجور وان نمبر وان. دونك كلمه اخيره كلمه اخيره انتم الضيوف تاعي ومشينا انت اللي راك اليوم ضيف نورتنا وفرحتنا. شكرا على الاستضافه الاخ يوسف والاخت سميه، نتمنى لكم كل نجاح في مسيرتكم الفنيه ان شاء الله، الحصه ديالكم والطاقم الفني اللي خدم معنا لي تكنيسيان ماكيوز اي توت ليكيب دو ليميسيون، وان شاء الله نكونوا في حسن ظن الجمهور. ونقول لكم تبعوا هاب لازولي قريب جديد ان شاء الله. عبد الوهاب قبل انا ديما نسقسي واحد السؤال، يقولوا لي علاش طرحوا في الداخل ما لازم نطرحوا لك اك فرحان اليوم في بقرف كي راك في مطارس؟ لا انا بيزغني فرحان. شوف انا ما نديرش حاجه غير اغمن عني، ما نقدرش نروح لحاجه ومانيش ما نكونش حنا فرح فيها، ما كنتش مستقنع بها، ماني فرحان. سي بيان قاعد البحر سي في بو هذاك الصحه. وحنا نقولوا للمشاهدين ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا واستمتعتوا سورتو بالقعده شابه معنا والبحر شباب لو مورانا الزرق. وحنا نعاودوا نفكركم ونقول لكم اوني توجور ا ماتاريس. واش رايكم حبابنا نروحوا فاصل ونعاودوا نرجعوا؟ ما تبدلوناش سورتو با. عرسي راوي اليوم يا فرحة إن شاء الله تدوم،
ويدي حنيت شكون اللي كيف شكون فرحي راوي اليوم عرشي بكل ملموم ديتها وتهنيت اللي كنت بيها مغروم نحمد ربي فرح لي قلبي ولحق لي لها اليوم يوم فرحي يوم عرسي فرحا عقلي طار 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 عقلي طار ليلة عرسي طار 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 عقلي طار فرحا عقلي طار طار عقلي طار ليلة فرحي طار 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 عقلي طار من فرحة عقلي طار راوي اليوم رنا وصغاري مع احبابي تلميت يا لما ان شاء الله تدوم فرحي راوي اليوم ملا نهار سعيد الحمد لله وليت عريس فيها اليوم ونحمد ربي فرح لي قلبي ولحقني لليوم يوم فرحي يوم عرسي من الفرحة روطار طار طار عقلي طار ليلة فرحي طار نار طار طار عقلي طار من الفرحة روطار طار طار عقلي طار طار عقلي طار نار طار طار عقلي طار من الفرحة عقلي طار 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 عقلي طار ليلة فرحي هذه هي. برافو برافو يعطيك الصحه. رجعنا مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا مرحبا بكم في هذا العوده الى برنامج الجزائريه بيش دائما مع الاغنيه والموسيقى والاغنيه الشبابيه. راهي حاضره معنا سميه. اكيد اليوم نرحبوا بضيفنا نور سعيد. سي سا نور الدين سعيد. نور الدين سعيد مرحبا بك. ربي يحفظك. طال عقلي مع الاغنيه. اكزاكتو ما حنقول لك سميه. لا لا مرحبا بك. ربي يحفظك اختي. بارك الله فيك خويا. وزفتو عرفتنا اليوم تانيك بالاغنيه الصوفيه. اكزاكتو. لي قليل قليل لي بيان سور لي اكيد يعرفوها. يعني ما عندناش معرفه بها بزاف. والله رايحه الاندثار الاغنيه الصوفيه للاسف. عرفنا بالأغنية الصوفية وشنو هي وشنو هو لو ستيل تاعها وعلى واش يعتمدوا أكثر شيء. أوكي. أغنية الصوفية هذه هي راهي نتيجة ولا يعني ولدت الأغنية الصوفية من المرأة الصوفية. كانت بكري تنسج المنسج وتغني. كان اللي تغني على بنتها، كان اللي تغني على ولدها، كان اللي تغني على راجلها، كان اللي تغني على باباها مثل توفى. هكا هكذا بدات الاغنيه الصوفيه. ومن بعد كاين الفنانين يعني حملوا نقولوا حنا الرساله هذه والمشعل وحاولوا يوصلوا الاغنيه الصوفيه. مي يعني لاحظوا انها قعدت في واحد لي زونفيرون هكا يعني واحد ما انتشرتش بزاف. ربما راح نحكيوا على هذا الموضوع. لكن سميه شفناها باللي غنى اليوم بارابول الاخرين معناها ما تشهرتش يعني. معليش كنا نحكيوا احنا نشهروها اليوم من برنامج الجزائريه بيت. نقولوا سميه باللي الاغنيه ولا الموضوع اللي غنيتوا اليوم هو موضوع على الزواج. نقولوا الناس اللي تزوجوا ولا اللي راهم في فتره زواج ولا العرسان جداد مبروك عليكم. واللي ما تزوجوش لحقوا بالكم ان شاء الله. هذه هي ما يطيرش عقلهم بالعقل برك. خلي غير عقل المشاهدين الجزائريه بيت اللي يطير بالبرنامج. لا لا هذاك هو. يعطيك الصحه مره اخرى اللي نورتنا. نحكيوا شويه ثانيه على قبل ما ندخلوا في الموسيقى سميه مباشره. دخلت لك في الموسيقى والاغنيه الصوفيه. نرجع شويه للاعراس الصوفيه. احكي لنا شويه العادات والتقاليد تاعكم في واد سوف. الاعراس الصوفيه يعني مثل كيما بيجيتك كل... لا ها بيجيتك شويه سؤال جاك صح. معليش احكي لنا اكل اليوم. انت اليوم راك سفير على منطقه واد سوف هكذا تعرفوا شويه على العادات والتقاليد تاع المنطقه. ان شاء الله هي كلمه سفير يعني كبيره وان شاء الله. لا انتم فنانين سفراء خلينا نقولها بكل صراحه. ربي يحفظك. والله انا شوف اعوذ بالله من كلمه انا بس والله غير حاب يعني لو كان ربي ان شاء الله يوفقني ومع يعني الناس اللي راهم يعاونوا فيا نشكرهم. نشكركم ثاني.
ماذا بي الأغنية الصوفية توصل لأبعد الحدود إن شاء الله. رح نحكيه عن الموسيقى الصوفية، حكينا على الأعراس الصوفية ونروح ننتقل وأنا سمية للموسيقى الصوفية. كيما كل مناطق يعني كل منطقة عندها عادات ولا تبدل شوية الحال. إحنا كيما في واتسوف ما عندناش صالة، هذه ما عندناش مازال ديروا في الدار الواسعة، الحالة يعني نورمال، عندنا رمل، عندنا يعني الحالة راهي مطلوقة الحمد لله. يعني ضياف يجوا الناس نزوجوا في الصيف. اليوم تاني ما راحش نكون شوية هذه اللي عندنا الكل، اليوم ما راحش نكون حيادي، ديما نجيبوا الناس يحكيوا على تجهيزات العروسة سواء كانت في الجزائر ولا بارتو. اليوم راح نحكي على تجهيزات العريس اللي راح يتزوج، كيفاش تقوموا به، كيفاش وش يوجد، وش بين حي يوجد الدار ويوجد العرس ويحوج اخرين والطنوبيل ولا أساسية صح لازم ولازم يوجد يعني كل الاساسيات يعني تاع الزواج الوقت هذا. يعني الانسان راهم يحبوا دار وحدهم الراجل لازم يوفر يعني اي يعني كل شيء مستلزم يعني باش يتزوج لازم يوفره. زي برك ما لازمش يكون عنده صوت باش يتزوج، هكذا باش كامل الناس يتزوجوا، ما اللي ما عندهمش صوت لا 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 اللي ما عندهمش صوت يتزوجوا نورمال. يلا نرجع شويه الى الاغنيه، نرجعوا نوردين سعيد وانت نعم. من خريجي الحان وشباب 2013 حكينا 2013 حكينا على التجربه ديالك كيفاش كانت الحان وشباب، وشنو هي الحاجه اللي ضافت الحان وشباب النوردين سعيد؟ هي الحنو الشباب يعني نعتبرها بروموي كما يقولوا يعني نقطة تحول، نقطة انطلاقة. أنا انطلقت من الحنو الشباب يعني قبل الحنو، عشنا 3 شهور في الحنو الشباب زادت لي يعني الكثير الكثير. يعني قبل الحنو الشباب كنت شوي شوي، بعد الحنو الشباب يعني زدت وما زال الإنسان يتعلم بيان سير. يعني كان عندك كامبري من قبل؟ لا ربحت نعم. في مهرجان نعم. الأغنية الصوفية نعم. كانتنا مهرجان كان محلي ولا وطني مهرجان الأغنية الصوفية، أديت فيه المرتبة الأولى. الله يبارك نعم يبارك فيك. وش هي الأغنية اللي غنيتها في الفينال؟ هذه الأغنية أغنية اسمها كي نتفكر، عطينا مقطع كلمات والحان نوفل بن عبد الله. نفس الأغنية اللي جست بها في الحان وشباب اللي مكناتك أعطيك صح، هذه اللي نجحت بها البريمي بري وهذه ثاني طلعت بها في الحان وشباب. غني لنا مقطع هي اللي تجيب لك الحظ هذه الأغنية. إن شاء الله إن شاء الله نغني لكم شوية معليش. تفضل. ليالي 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 حبيبي كي نتفكر يطير النوم ليلي اوف، كي نتفكر يطير النوم وتنزل دمعة من عيني وانت سبابي كحلت العيون يا ليل، وانت سبابي يا سمية انت سبابي كحلت العيون وانت سبابي في البلية يا ليل حبيبي. بون هذا استخبار، تحبوا نكمل نكمل. ما شاء الله صوت جميل جدا نور الدين، يعطيك الصحه والله. شيء جميل تشوفوا يعني الشباب مازالهم يحملوا المشعل، مازالهم يحاولوا يافونسيو في عالم الموسيقى سواء كانت شرقيه ولا حتى الاغنيه الصحراويه اللي قلت ما لقاتش يعني لحد الان ما لقاتش انتشار كبير في الجزائر. علاش مازال الاغنيه الصوفيه ولا الاغنيه الصحراويه مازالها شويه يعني مضيق عليها؟ الأغنية الصوفية قعدت في عام 1980 وحنا رانا في 2018، الدنيا راهي تطور، العالم راه يطلع. رايك انت وشنو هي الاسباب اللي خلاتها تبقى محليه؟ هي عده اسباب، واش راح نقول واش راح نخلي بصح نحاول نختصر لك. يعني احنا شوف عندنا هذه الخمس سنين الاخرى ولا ست سنين ما كانش فنان في واد سوف راهو ينتج. علاش هكا نور الدين؟ علاش يزيد يتير ما كانش رغم راك تشوف انه الاغنيه الصوفيه راهي محقوره كما راك تقول وما راهمش؟ انا ما قلتش محقوره، لا يعني انه ما نراش نشوفوا بزاف لي جون يادوا هذا النوع او هذا الطابع. علاش نور الدين سعيد خد انا قال لنا واحد الفنان اللي هو لطفي بشناق يعني فنان كبير كي كان في الحنو الشباب نوجه له تحيه طبعا، قال لنا الجزائر قاره
وحدها الجزائر وحدها قارة، بس الغرب عنده ستيل، الشرق الشمال الجنوب الوسط. دونك قال لنا ديما الفنان يسيف كيفاه يغني يعني ستيل نتاعو تاع المنطقة اللي كبر فيها. دونك كيما انا مثلا من واتسوف نغني لك شرقي، انا نقدر نغني شرقي، بصح هو يقول لي انا باش نسمع شرقي راح نسمع مش عارف جورج ولا إليسا ولا مثلا ما نسمعش نور الدين سعيد، وانا كي نغني شرقي والاخر يغني صوفي يغني الشرقي والصوفي الاخر يغني الراي والصوفي الاخر يغني الصايفي، الاغنيه الصوفيه شكون بها؟ صح ولا لا؟ اسكو نتوما الشباب تاعكم تاع منطقه واتسوف هما اللي اختاروا لي ستيل واحد اخرين باش ما يغنيوش الاغنيه الصوفيه، هذا الشيء اللي خلاها تبقى محليه ولا ما قدروش ما مش يغنيوا اصلا؟ كاين اللي راهم عندنا في واتسوف وراهم يغنوا في ستيل اخرين، وكاين اللي يخدم وتعب وشقى وكل شيء ومش عارف. كاين واحد العفسه يقول لي عليها يزيد خويا نواورة فنان من بيتنا نشكره وراه كان معايا في الطريق وقصرنا مليح يبارك فيك ان شاء الله. كاين واحد العفسه هكا لازم يلقاها الفنان. دوك احنا نشوفوا مثال شاب خالد طور اغنيه جاب غناه يعني قديم وهراني ومنه طوروا والله يبارك وصل ثانيه. هذا مثال سعد المجرد راهو كان يغني غرابي وكل شيء بصح دار له ريتم كذا جديد ومن راهو طلع. لما لا حتى انا الاغنيه الصوفيه نعطيها نخلي الكلمه الصوفيه نخلي الالات كيف زرنا مثلا معروفه كذا وندير ريتم صح ولا لا؟ صح نقدر ندير ريتم جديد وكل شيء عصرنها وتقدمها للشباب الناس يحبوها كما شفنا عبد الوهاب جازولي يخدم في الالبوم الجديد تاعو جمع بين الأصالة وبين الحداثة ونشرهم غنانا أغاني جميلة جدا وأنا واحد من الناس عاود حبيتها بصوته ما شاء الله. نعم نور الدين سعيد نسمعوا بزاف البدوي والصوفي، وشنو هو الفرق بين البدوي والصوفي؟ والله هي كل منطقة ومنطقتها هي تبقى طبوع شنو هو يعني الشيء اللي يميز البدوي وكي نسمعوه يعني نقدروا نميزوه أنه هذا ستيل بدوي وهذا ستيل صوفي؟ والبدوي يمتاز بالعيطات هذيك و قديه انت شوي سمعنا حاجه هكذا مقطع بدوي. هل الكنيزي الطفله عربيه بدوي ساكنة أرض الرمال، هل كنيزي طفلة عربية بدوي ساكنة أرض الرمال، خطفت قلبي خطفت قلبي وعيني وما ننساها حبها ساكن في البال راك سلطنتهم لهم قاعدين معانا ربي يحفظكم. انا مش مضارين على بالي بلي راح اليوم تخرج منا خلاص لي ميساج في فيسبوك انستغرام ان شاء الله بفضل ربي سبحانه وبفضلكم ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله باذن الله. مادام هدر يوسف على لي ريزو سوسيو واش يضيفوا لك كيما مقبل وكيما كل مره نطرحوها على الضيوف اللي جو عندنا واش يضيفوا لك لي ريزو سوسيو الفيسبوك والانستغرام؟ هما يعني مع التطور التكنولوجيا يعني ولوا والله يضيفوا تعطي لهم اهميه يعطيك الصحه. دوك تشوف ناس ما يشوفوش تلفزيون يحب اي حاجه احنا يشوفونا شوفوا مشاهدينا ما تتبعوش لي زانفيتي تاعنا اللي شام يهضر باسكو احنا يشوفونا ما تخلطش في المشاهدين تاعنا صح لا شوف هو تلفزيون يعني عنده متتبعين تاعو والناس كل تشوف انا نشوف ناس كل تشوف صح. كاين يعني شباب ثاني عندهم وقت الفيسبوك واليوتيوب وكل شيء الانستغرام رام يتبعوا يعني يقدر ما يشوفكش في التلفزيون يراطيك في التلفزيون بصح ينجم يشوفك في الفيسبوك. من اغنيه درت حتى لدوكا نور الدين؟ عندي بزاف ما نقدرش نحسبهم يفوتوا 40 اغنيه ما شاء الله. دوز البوم وعندي دوز البوم وي وعندي لي سينجل. علاش تخرج كل مره سينجل 30 ولا 40 اغنيه كنت قادر تجمعهم كلهم في البوم واحد وتنزلوا للسوق؟ علاش لحد الان راهم دي سينجل وما لميتهمش في البوم؟ ان شاء الله يعني معول ان شاء الله باذن الله ان شاء الله عما قريب. فيديو كليب
فيديو كليب موعدوني هنا يا قالوا نديرو لك يعني عن قريب ان شاء الله عن قريب راح ندير ان شاء الله فيديو كليب. ديجا راني عندي صديقي يعني اللي راه يقوم لي بالاعمال وكل شيء مقبل كان يحكي معي في التليفون قال لي راني صاير قلت لك واحد باش نخدموا فيديو كليب. انا كنت شوي لاهي مع القرايه كملت قرايتي واش درت تخصص انت في الاساس؟ وانا دروا عندي ليسونس دروا وعندي حزيت لاغريمو افوكا ان شاء الله قريب ان شاء الله نفتح مكتب ربي يحفظك وكملت ماستر قانون اداري. الله يبارك فيك. حاجه اللي تعجبني يوسف ونور الدين سعيد في لي جون تاعنا لي جون الجيريان انا نشوفهم اللي راهم يغنوا بكثره يعني ما يقعدوش غير مع الفن يقعدوا يعني يعطيوا شويه اهميه يعني وقتهم للفن بصح ما ينساوش وما يهملوش سورتو الدراسه ديالهم هذا شيء كثير مهم لانه اذا ما نجحش لا قدر الله في الغناء عنده ان اوتر دومين يعني ما يعتمدش عليه 100%. والفن الثاني كي عابك ترتكز عليه وديره هو هم كل شيء قادر والله ما يعني الفنان ديما يخليها هوايه كاين الناس تاكل منها وكذا يعني ربما يلزك تروح مش عارف تخدم في اي بلاصه كذا تحمل كل شيء بصح الفنان يعني اللي يقول يكون فنان بور موا مي لي مقراش ليسونسيال يدير حاجه خدمه اخرى يتاجر اي حاجه يخدم حاجه يعني يعيش منها بلاك ربما ويبقى هذاك بور البليزير في الليل كيكون قاعد مع صحابه ولا كذا يشوف كاش قصيده جديده اغنيه جديده لحن جديد ويخدم وباذن الله يوصل ان شاء الله ومع تعاونكم انتم تعاون الناس راهي يعني في الخفاء يعاونوا فينا باذن الله ان شاء الله نحققوا الطموح ان شاء الله يا ربي. طيب نور الدين سعيد وش علاقتك بتركيا؟ اغانيك ديما تروح تسجلها في تركيا وتخدمها في تركيا علاه اخترت تركيا وعلاه تدير الاغاني في تركيا ما ديرهمش هنا؟ والله يعني خلينا نهضر بصراحة معليش اليوم برنامج الجزائرية بيتش راح تفتح قلبك وراح تحكي غير الصراحة قال لي يا زيد خويا افتح قلبك اوكي احنا في واد سوف يعني ولات صعيبة باش تسجل أغنية صح عندنا مناطق يعني شابة في الجزائر كاين تركيا تركيا كاين علاش كاين صح كاين رانا متطورين في عالم الموسيقى يعني تكنيكمون خلينا نقولوا باللي الشباب راهم يسجلوا في دي ستوديو يعني ما شاء الله يخرج صوت صافي جدا علاش أنت اخترت تركيا بالذات؟ انا اخترت تركيا باسكو عندي اللي قم لي باعمالي هذا عبد العزيز نزلي اللي نوجه له تحيه من هذا المنبر هو راه يسكن في تركيا هو شاعر ورسام ويخدم ديكور كنت انا ديما تناقش انا وياه باللي الاغنيه الصوفيه هذه راهي رساله لازم نكملوها وباللي الاغنيه الصوفيه ما حبش تلحق حبست في واحد النقطه واش نديروا واش نديروا واش نديروا قال لي لازمك تتبع يعني الفنانين اللي وصلوا كل شيء طاب باري طاب كما يقولوا كيفاش خموا حتى نوصلوا طلعنا النتيجة أن لازم نطور الأغنية الصوفية ندخلوا عليها حواج ريتميك حواج جديدة منها باش تجلب تعطيلي يعني الليجان والمجتمع وكل شيء أي وصلنا هو كي راح لتركيا عنده واحد ثلاثة سنين راه يخدم في تركيا فهم قال لي بلي كاين ديزو ستوديو كما يقولوا يعني شابين ويخدموا لك خدمة مليحة ويخدموا لك الزرنا ويخدموا لك تمزج بين الأغنية الصوفية يعني القديمة والتطور العصرية. قلت له اوكي راحت مشات والحمد لله يعني نحكي معاه هو يتفاهم معاهم بالتركيه باسكو انا ما نفهمش تركي بيناتنا زعما ماشي باش تدخل العربيه رحت لتركيا باش تسوق موسيقتك ولا زعما باش تبان في تركيا ولا باش تجيو معاك اش واحد تركي احكي بصراحه مذهبيه والله مذهبيه والفنان يعني وشي هو يعني دراهم وخلاص وكل شيء يعني اي حاجه يحبها هو انه يبان انه رسالته تبان الغناء نتاعو تبان يبان وكيما نشوفوا ثاني كاين مثل شاب مامي مثال يا ليديو هذو راهم لحقوه يعني مراتب كبيره يعني شوف نور الدين احنا نسمحوا لك تسجل اغانيك في تركيا لكن كي دير كليب تصور مع فتاة جزائريه موديل جزائريه ما كان لازم جبنا نور ولا لا 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 ولا لميت ولا مهند ولا لا 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 هذه هي على كل حال تركيا عندهم الزين ديالهم ثانيك والجزائريات عندهم سمية اليوم راهي محامي المراه الجزائريه ماشي محامي لا يعني المراه الجزائريه عندها الجمال تاعها وتركيه مراه جميله خلاص فهمنا بلي الجزائريه جميله طيب طموحاتك نور الدين؟ والله طموحاتي ان شاء الله انا نحب ان شاء الله نوصل الرساله نتاعي ومذهبية يعني الأغنية الصوفية تلحق الأبعد الحدود هذا يعني أكبر طموح يعني القاعدة ولا غير هي شابة مقبل مع جازولي دوكا مع نور الدين والقاعدة تانيك راهي حلوة مع هاد الهواء المليح والبحر لازم نقولوا بلي رانا في مطارس ونشكروا كل الفريق القائم على هذا الكومبلكس توريستيك اللي يعطيكم الصحة على الضيافة وحتى على الناس اللي جاو زارونا واستقبلتهم يعطيكم الصحة طيب واش رايك تغني ميساج بوتيت حبيت توجهوا ككلمه بيتي غني تقول لهم ميساج سومية خليه يغني لا ميساج الناس راهم يشوفوا فيه اللي اكتشفوه بوتيت معانا النهار اليوم انا حبيت نشكر كاين ناس راهم يعاونوا فيا والله من قلبهم انا غبت واحد الفتره واحد الخمس سنين ولا ست سنين من الحان والشباب تلهيت شويه بالقرايه وكل شيء غبت
ومام طون كنت نخدم، كنت نسجل وكل شيء، مي كنت نخدم وندس، نخدم ونخبي، نخدم ونخبي. واليوم جاء الوقت ان شاء الله باش تعاود تولي بقوه للناس. الحمد لله راك متواجد اليوم على الساحه باغاني بلي سينجل نزل فيهم، وراك موجود ايضا متواجد على الساحه الاعلاميه من خلال برنامج الجزائريه بيتش. يعطيك الصحه، نتمنى له ايضا حظ موفق وان شاء الله مزيد من النجاحات، ويكون عندك ان شاء الله بوركوا با ان سوكسي كبير ان شاء الله. واش رايكم دوكا مشاهدينا وانت نور الدين سعيد نستمتعوا بالاغاني ديالك والصوت ديالك دوكا؟ نسمعكم أخرى أغنية أخرى. طلبوا من المخرج فقط يعطينا موسيقى إن شاء الله. مقضية الله ويا سعد من عنده أمي ما قريبة تداوي لجروحة وتقول له طبيبة يا سعد من عنده أمي ما حيا ضايع ديما مخبي وحاجته مقضية مقضية.
رجعنا مشاهدينا الكرام وينما كنتوا. برنامج الجزائرية بيتش مازال ومتواصل معكم. كان هذا فيديو كليب ظلموني ظلام لنسيم بالهادي اللي نوجه له تحية من خلال برنامج الجزائرية بيتش. وثاني بزاف فنانين تاعنا كما ديما نقولوا عندهم مواضيع اجتماعية يغنيهم. كان من قبل غنى سعيد نور الدين سعيد على الأم، ونوجه تحية لكل الأمهات الجزائريات اللي راهم يتفرجوا فينا. أما الأمهات المرض نقول لكم ربي يشافيكم، وبالأخص والدة زميلتنا فاتي زيامني نقولها ربي شافيك إن شاء الله. أما إحنا نكملوا في برنامج الجزائرية بيتش سومية. أكيد نكملوا مع الفن، ونكملوا مع الأمبيونس اللي عودناكم عليها، الأمبيونس تاع الصيف. أكيد اليوم معنا يزيد نواورالي، نرحبوا به. مرحبا بك يزيد. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بنا عندكم يعيشك. وتحية لكل الجمهور، وتحية للقناة، وتحية للبرنامج هذا اللي تفرجت حصة عجبني بزاف بزاف. يعطيك الصحة، نورتنا اليوم في برنامج الجزائرية بيتش يزيد نوار. نقولوا يعني كارير كبير وحضور إعلامي قليل، علاه؟ معادلة ما تركبش. لا جرح كبير. حكي لنا شوية على هذا الجرح. حكي لنا سورتو على الغياب ديالك. بون، الغياب هو لو ديبار تاع الفن. ديجا كان في العشرية السوداء. ديجا هذا الله يبارك، انت بديت من 92 هكذا. 92 93 ما شاء الله. بون، مي كنا كيما احنا كيما الناس، كنا نتعلموا، كنا نخدموا. بون، فات هذيك المرحلة على كل الجزائريين، على كل الفنانين. كاين اللي تقاس، كاين اللي هجروا، الناس اللي كنا باش نتأثروا بهم ونلصقوا فيهم نزيدوا نتعلموا. ساعة لقينا كيما يقول لك لابيست فرغانة. عاودنا احنا تعبنا، عاودنا أزيرو. الحمد لله. بصح غيابك على الساحة الإعلامية يعني ما نشوفولكش لقاءات ولا برامج في التلفزيون، علاش؟ أسكو من اختيارك ولا يعني مجبر لا مختار؟ والله لا مخير. والله نمرت بصراحة. ويعني اليوم شو برنامج الجزائرية بيش، كامل الفنانين اللي جازوا معنا صريحين. والله شوف، كاين 80% من الفنانين من كثرة تهميشهم حتى عندهم عقدة مع التلفزيون. فتنا على واحد المرحلة في واحد السنين برسك 20 فرد فنانين، فرد ممثلين، فرد إذاعة، فرد فيلم، فرد صورة، نفس الوجوه، نفس الوجوه. احنا اوتوماتيك رباونا باش ما يعودش عندنا أمل. اتجهنا ديريكت الأعراس والمواصل الاجتماعية ومن الاخر تركتوا كل الجمل بما حمل. انا محبط نفسيا، انا نشوفه فيك محبط. انا يعني نمثل في امل الفنانين كيما دروك. لكن كاين 80 الف فنان، راهم 65 الف كيما انا، 35 الف اللي قاسم الضو. هذا ما كان الحمد لله. انا مانيش نوافقك الراي 100%، لانه مع هذه القنوات الجديده اعطات فرصه للشباب تبدلوا المنشطين، تبدلوا المغنيين، تبدلوا الافلام، تبدلوا لي سيت كوم لا بلوبار تاعهم ثانيك، ولا نشوفوهم يعني ونضحكوا معاهم في العديد من القنوات. خلي احنا توجور نعطيو للناس ليسبوار، ويزيدوا معنا كي جات القنوات. جا يزيد، هذا شيء ايجابي. جاوبتي روحك، طرحتي سؤال وجاوبت، خليتيني ظلمتيني. راح نقول لك انا يوم لقيتش يا ان غون شونجمون ما كنتش انا هنا. الحمد لله نورت. راني ما زلت في المواصلات تاع على بالي باللي معروفين بالصراحه ايضا، ونعطيوك الصحه لانك لبيت الدعوه تاعنا. لانه كاين فنانين يقولوا لنا نجو وما يجوش ومعروفين، والناس كانوا دومونداوهم والناس كانوا يحبوهم. احنا نتاسفوا لهذا الشيء سورتو، نتاسفوا باسكو مازال ما جاوش وما شافوش، مازالت عندهم الفكره. احنا نقول لهم ثاني ابواب الجزائريه وانو برنامج الجزائريه مفتوحه لكل الفنانين. يزيد نوبره بشوف، راني اليوم فرحان نص وحزنان زعفان نص شويه. عليكم انتم الفنانين. باسكو علاش؟ باسكو مؤخرا كاين واحد الموضوع راهو على مواقع التواصل الاجتماعي داير ضجه كبيره، وهو انه اشقاء المغاربه حبوا ينسبوا الراي ليهم. انت كفنان قديم في الميدان يعني من التسعينات، راك عندك ما شاء الله باركور كبير في الفن. نحب نعرف رايك. والله بريمير دو شوز، انا اللي كان نحكي على حسني تلاقيته وحضرت له، عندي الحق باش نحكي عليه. تفضل ابواب ليه. ما يقدرش واحد يحكي عليه ما حضرلوش. بون، الراي نقدر نحكي عليه. الناس ما تفرقش ما بين كلمه الراي والبدوي والتراث والوهراني والرقاده. الراي سي اوترو شوز. اغنيه الراي اللي هي خلقت في السبعينيات مع بلمو وبوثلجا مع بوسوار المغناوي مع حفيف بوطيبه الصغير، وكان في المجال تاع العبابسه كاين راي، كاين حمام حمد زرقي.
الله يرحمه هو اللي كان مع لي زيغل نوار، هما اللي خلقوا الراي. وهرن ما كانش عندها علاقة بالراي، وهرن كانت بلاد كبيرة. من الخمسينات كان عند محمد صابر وبن زرقاء الله يرحمهم كانوا يغنيوا الأغنية الوهرانية، ومن بعد جاء أحمد وهبي، أحمد تيجاني الله يرحمه، وبلاوي. وهرن كما يقولوا احنا ماما الشيخ الخالدي كان في الطحطحة، هو من معسكر كان في الطحطحة، سيستين غوند فيل، بلاد البحر، بلاد توريزم، سي اوتوماتيك مو باسكو ما عندهاش علاقة مع الراي. نحكي على خالد ولد الكمين، فري باسكو هو اللي مد 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 بزاف للراي. خالد هو اللي كان المشعل، بصح لي ستوريك سينو لوهارنا المغاربه خاوتنا والمغرب غنيه بزاف. تشوفوش نتوما باللي قصرتوا من هذا الجانب، خليتوا الراي باش يديوه لنا؟ هو قصرنا بزاف، ماشي احنا اللي قصرنا، نتوما كفنانين. لا ما قصرناش احنا واش راح نديروا احنا؟ قالش العين بصيره واليد قصيره، واش راح تقصر؟ هو نورمالمون هذا ما نقولوش تقصير يوسف، لانه الانسان الناجح دائما يكون عنده ناس يحبوا يطيحوه، ودائما يكون عنده ناس يحبوا ينتقدوه. انا في رايي انه الاغنيه الراياويه في الجزائر دارت حاله، وكي دارت حاله الوغ اشقائنا المغاربه هما حبوا ينسبوا الحاجه ليهم. بعد النجاح اللي وصلت له الاغنيه ما يقدروش ينسبوه، كاين تاريخ، كاين ديوان، كاين كاين شيوخه تاعنا اكيد. انا واحد من الناس، انا اصغر الفنانين، ما نقدر نقنعهم. انايا انا كنروح لسعيده نقول لك سعيده عندهم الطراب، عندهم فلان فلان فلان، المعسكر عندهم مستغاني عند الشيخ الجلالي، وهرن عند احمد وهبي، احمد بن زرقاء، بالعباس عندهم الشيخ المقلش، عندهم سما نحكيو كيما نقولوا احنا عندها وزن. نعم الفو با خلطوا التاريخ. احنا عندنا اليوم ما كانش لا رولاف، كي راح لا رولاف اي اللي يلقى حاجه يقول لك نتاعي نومسيو. على كل حال طيب نرجع شويه للمؤخرا، راك عاوت وليت للساحه الفنيه باغاني. لا مش وليت انا كان انت موجود على كل حال. نو راح اقول لك رجعت بضجه شويه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الاغنيه اللي انتقدت فيها الوضع ولا الوسط الفني. سمعناها والناس نقلتها في لي باج تاعهم، وقال لك ها هو كي اللي يحكي صح على الفن. انا ماذا بيا تعاود تذكرنا واش قلت في الاغنيه وتحكي لنا على الاغنيه؟ والله هذيك ما كانتش اغنيه، كانت واجب. أنا انت رسالة واجبي أنا كواجبي لازم نهضر. ولا يا زيد شنو هي الرسالة اللي حبيت تلحقها من خلال أغنية ديالك؟ اون ريزومي الريزومي باسكو شفت الناس بزاف ساكتة، ولا الباطل كثر على الحق. ما الناس ولات ما كانش الناس اللي ظاهرة في الحق باش الناس تجي وراها، ولا غير تاع الباطل. كيما في لي باج فيسبوك تلقى إين باج واحد يدير نامبورت كوا، يجيو زوج ثلاثة أوب تلقى 3000 4000. سمعنا منها شوية، معنا وش قلت فيها؟ كلمات سمحوا لي كل احتراماتي يا زيد يقول فيها حتى لا تيليفزيون دخلت عندهم للدار، بغاو يفهمونا باللي هذوما لي ستار، طيحوا لنا النيفور دونا كلو دي كلوشار، راني علم خرج هو والصحفيين، حوجي انا على المرأة تضرب الراجل، هو حسبها سيليما قدامها ويتبهلل، هو حسبها ثقافة، هو ساكنها الذل. نقول ومن بعد نعاود كي طويلة هي، نقول له العيب ماشي فيك في اللي يقيموك، العيب في والديك هما اللي ما ربوك، قلبتوها ملاهي ليسونسيال يعرفوك، عندك سيليما ديرها في داركم، مازال ولاد الحرمة ماشي كيما بحالكم، البخص رديتو حرفاق يقولوا لنا مالكم، ما بقاش الفن ولات غير السيليما، نوفو ميتي القوالب والنميمة. هي طويلة بزاف ليسونسيال. البيت الاخر، بيت القصيد الاخر اللي نقول فيه، كل دولة معروفة بفنها وبفنها تقيس النيفو تاع شعبها. نقولوا ثاني بلي انت يجبت شويه على الفن الراي، علاه اتجهت حاليا دوك راك شويه تنشط في الموسيقى، يعني موسيقى شاويه ولا الموسيقى الشرقيه؟ الراي شويه بعدت عليه. نو ما بعدش على الراي، انا نحلك من ينزل اوبوزيتيف وبكتب قدام الراي. فوالا الراي باسكو انا جو سوي ان اوتور كومبوزيتور شونتور، انا نخدم حاجه اللي نرضى عليها، ونخدم حاجه اللي نشوفها ونحس بها، نكتبها نلحنها نغنيها، وما بغيتش نطور الراي بزاف وتنتجها. لا بيان سور هذا البروبليم تاع الانتاج كي يجي في الدياغنوستيك، لقيت باللي البروبليم ديديتور هو اللي كان الحاجز. ليديتور هذا شكون باش يفهموا الناس، دار النشر هو اللي كان الحاجز ما بين الفنان والمجتمع، هو بصفه بنسبه مئويه هو انسان تاجر، ما يهموش تغني مرات دير مكياج ما ديرش جرات، قال ما قالش ربي سهل، هو عنده ديما المشكل المادي.
احنا دوكا عندنا مجتمع مسؤولين عليه. شكون هو المجتمع؟ هو خويا ولدي والجاري. راح هذيك سنين غونغران هاي اليوم كي جاتنا عينا نخرجوا منها. علاش لحقنا لهذا الاي اي واي واي؟ باسكو ما عرفناش. انا عطوني سؤال في تيمكاد قالوا لي تيمكاد الجمهور موش ناجح، ما جاش الجمهور، مال فين نجيبوا المشارقه؟ تيمكاد يتعمر. قلت له وي عندك الحق. قلت له في 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 في, في موازين كانوا يجيبوا لي شونتور دي امريكان ولا مشارقه، بصح كانوا كل خطره يلوحوا المجرد يلوحوا خلقوا نجوم. قلت له احنا عندنا فرد وجوه وعندنا عندنا امور. لكن ربما تبدلت السياسه راهم العام هذا عيطوا فقط المواهب الجزائريه كنا نشوفوا. والله السياسه لازم تبدل عندنا في الدار الساعه، في كل دار، باش تقدروا نبدلوها على الساحه الفنيه ولا على الساحه السياسيه ولا. طيب نشوفوا تقييمتنا مستوى الاغنيه الرايويه، نحبوا تقييمك لمستوى الاغنيه الشويه. الشويه والله راك تشوف فيها في المستوى، كاين فنانين يؤديوها جبدوا شويه عليها. هو جينيرال مو كاين مشكل سياسي، كاين ضغط سياسي. مام كيما نقولوا احنا نرجعوا علاش كاين هذا الانفجارات هذه في ورقلة ولا في بشار ولا او سي با البروبليم. بروبليم واحد موش وقت الغناء وانت ديلو الغناء مازال وعنده مشكل تريسيتي، مشكل ولاد، مشكل طفل صغير في عمره 5 سنين هز كارطابل فيه 6 كيلو معايا البطاطا في ملالف يحتاج يديفولي ولا لا؟ مي يقدر يديفولي صح، ما يقدرش يصطنع الديفولاج كيما اصطنعوه هذا 20 سنة بالدرام، اصطنعناه بالصح، ذاب الثلج وبنت الحقيقة. طيب اليوم راك مجروح كثير سيدي يزيد نواورة، وحنا ماذا بينا نغتنموا هذه الفرصة من برنامج الجزائرية بيتش باش تقدم رسالة لكل المسؤولين الفنيين، واش تقول لهم؟ هكذا رسالة مباشرة، الكاميرا قدامك تفضل لهم. والله تلاقينا مع رئيس الحقوق التأليف، تلاقينا مع وزير الثقافة، يعني وصلنا لهم وكل حكينا معهم، مدينا لهم مام دي بروبوزيسيون، مام في الكوتي هذا تاع البيراطاج، في الكوتي هذا تاع القوانين. مثلا صارت حكاية قلت له، كان معي الأستاذ نصر الدين حرة، قال له أنت، أنا يا جزائري وعائلة جزائرية، قال له نحبس عند ديسكار نجبد سيدي، قال له اللوحو أنا مع العائلة تاعي ونسمع أنا لا أدوخ إلا بصاروخ. قالوا يعني واش تقول؟ قالوا غناها ما نزيدوش شاب مقلى ولا شاب لوحه ما نزيدوش نشيعوهم باسكو. قالوا الاخ نصر الدين حره، قالوا كي نجبد السي دي قالوا لقى فيه لو تمبر تاع حقوق المؤلف سي غراف. قالوا نو، قالوا احنا ما عندناش قوانين، قالوا احنا ما عندناش قوانين تمنع. عاودت الزيتي دي قلت له عندي شونسون انا على خليل شكيب، عندي بزاف دي شونسون. قال لي انت جزائري وانا جزائري، هذا ورد فوالا. مادام انت دوك تقدر تنحي التحريض دير له، دير ان بروبوزاسيون، ان بروبوزيسيون في البرلمان. قال لي يشوه الكلام ويحرض، كان ندير له غرامه ماليه ليديتير، كان ندير له مليون ونراقبه على الشيء اللي راه يدور على لا ينزلوا بالك حتى على المستمعين. لا فوالا الشونتير ما يغنيش 2 سنين كيما اللي جوار تاع البالو يولي ناس ملاح. خبيا يزيد مدى بينا نعرفوا المشاريع ديالك، لي بروجي تاعك، واش راك موجد؟ هذا الغياب هذا ما تقولناش يعني ما عندي والو، ما راهوش غايب دوك، يقول لك ما رانيش غايب، غياب اعلامي. لا انا كاين انا غير لا كان دفنوني لا غير، بصح كاين هكا مام سيور بلاس قاعد كاين. الحمد لله انا والله عندي مشروع، يعني درنا هذا الفكره هذه تاع دار النشر هذه، خاطر كان عندنا بروبليم على ليديتور وبغيت نعاون. كاين مواهب بزاف باسكو الفنان يحس به الفنان كيما خويا تهضر عليا يزيد كيما خويا قبيل فريمون متعني ما شاء الله. صح كاين اصوات، كاين اصوات بزاف اللي يستاهلوا اللي يبانوا، بصح هو تيرمون اللي فنان اللي سير دو لوي ما يقدرش يبروبوزي روحه. فهمت البروبليم هذاك علاه ما يجيوش؟ واش تلقى واحد يبا يروح ورا الاستوديو يغني ويجيك والو عمار شوف مصطفى استاك انا ثاني نقدر نغني، ديروا لي شويه برك اوتوتيون نغني. اوتوتيون شويه انا ما تغني ما تغطي تغسل في الماء عندي الهم ظاهره الاوتوتيون هذه اللي راهم يغنيوا بها كامل. تقدر تغني فورد يعني بيان تغني ظاهره الاوتوتيون. الاوتوتيون واش تعليقك عليه؟ الناس كامله تغني به دوكا. الاوتوتيون هو 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 اله النفي برك اني في ولي في هذاك، هما مش حنا اللي درناه، داروه ناس علماء عنده اوقات ماشي من بدايه الاغنيه لنهايتها. تعرف السويسات تاع البيبي
هي مليح البيبي كي يولف بها لازم ندير له فيها الفلفل كازيف. يعطيك الصحه. ما كملتيناش المشاريع ديالك قبل ما نختموا لانه الوقت الحق. والله المشاريع كاين اختي، المشاريع عندي، راني ندير درك، راني عندي استوديو وليت نخدم عندي انا، هذا وين طحت في ان بون ارانجور فيصل قادة، انسان فنان كبير بزاف، ورانا انا وياه درنا كومبيلاسيون ورانا نخيروا غير في الحبات اللي يستاهلوا كيما الشاب مختار، الشاب عادل، الشاب فريمون كيما خويا فرحتني. راه نضاف للقائمه خلاص. شتو برنامج الجزائريه بيتي يكتشف المواهب ويخلق الفرص بين الفنانين. يعطيك صحة اللي جيت اليوم. خلاص وقت الحصه يوسف. اكزاكتمو للاسف. وحنختموا معاك. وانا اون كونكلوزيون واش قلت لنا يا زيد، حبيت نقول لمشاهدينا هيا نكونوا يد وحده، هيا نرفدوا بعضنا هكذا، سورتو 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 باش ضحكه ولادنا لهم جايين تخرج من القلب، وبلادنا العزيزة وبلادنا العزيزة تكبر، باسكو بلادنا عندها أمل فينا. والفن يزيد يكبر. تهلاو في رواحتكم. كل مالك يوسف. يعطيك صحة سمية اللي رافقتني في هذه الأمسية. أما أنتم يعطيكم الصحة مشاهدينا اللي اخترتوا برنامج الجزائرية بيش باش تقضيوا مع هذا العشية الحلوة. إن شاء الله نكونوا فدناكم واستمتعنا كلنا مع بعضنا. يزيد يعطيك صحة اللي نورتنا اليوم في برنامج الجزائرية بيش. ما راحش تختم بكلمة، ولكن راح تختم بأغنية إن شاء الله. إن شاء الله. يلا نطلبوا من أخرج يعطينا بزاف. يعطيك صحة نورتنا. شكرا. موسيقى. يا راه يظلم التعليم.